ما هي التصرفات التي يضعف الرجل أمام المرأة إذا هي أظهرت أنوثتها؟ شوفوا هني في عندنا 5 نقاط مهمة، ظاهر اليوم يوم الخمسات. السؤال الأول أنا جاوبت عليه ب5 نقاط، وأجاوب على السؤال الثاني الحين ب5 نقاط. الرجل لما يشوف امرأة، شو اللي يخليه يضعف أمامها؟ أنا كنت أتمنى أفتح لكم التعليقات وأسمع تعليقاتكم، بس عشان الوقت نختصره أجاوب، وآخر شيء إذا صار في وقت أترك لكم مجال للحوار والنقاش. رقم 1، اللي الرجل يضعف إذا كانت المرأة اللي قاعد يشوفها بالنسبة لذوقه وبالنسبة لمزاجه وبالنسبة لثقافته جميلة وناعمة. يعني شيء اللي يلفت نظر الرجل جمال المرأة ورقتها ونعومتها، يضعف الرجل، يضعف بالنسبة لنقطة الضعف. طبعا قد الرجل هني، الرجال طبعا أنواع، يعني في رجل يظهر ضعفه، وفي رجال لا يكبت ضعفه. الرجال أنواع، بس اليوم أنا ما راح أتكلم في الرجال، اليوم خلي موضوعي عن النساء، لذلك أنا قاعد أركز على المرأة. هذا 1. 2، الرجل يضعف لما تكون المرأة اللي أمامه تعبر عن تعبه. يعني هو يتعب، سواء يتعب في العمل، يتعب في حل مشكلة معينة، يعني المهم أنه في جهد، في تعب. لما هذه المرأة اللي قدامه تقدر هذا التعب وتعبر بالكلام توصف هذا التعب، يضعف. يضعف هني هي لمست نقطة ضعفة. تمام؟ هاي 2. 3، أكو كثير من الرجال يضعفون لما المرأة ما تناديهم بأسمائهم. وأنا مرت علي قصص كثيرة، بس الحين ما في مجال أذكرها لكم، أن المرأة يعني تذكر مسمى معين أو وصف معين أو عبارات معينة، الرجل يضعف. هو متعود كل ما يناديه باسمه، يعني ها، فلما هي لما تناديه باسمه يعني مو قضية، يعني بالنسبة له عادي. لكن لما تناديه بشيء غريب أو شيء أول مرة يسمعه أو شيء في مدح وثناء له أو شيء يبين إن هي تحبه أو إنه هو رقم 1 في حياتها، أو ها، يضعف. يضعف. هاي 3. 4، يضعف الرجل إذا المرأة عبرت عن احتياجها له، إن تقول له أنا محتاجتك. والاحتياج 2، أما احتياج وقوف وسند ودعم معنوي، إحنا نسميه احتياج معنوي، أو احتياج جسدي جنسي. في الحالتين يضعف الرجل. ليش؟ لأنه يصير عنده الشعور إن هو المنقذ، هو اللي قاعد يعالج الموضوع، هو اللي قاعد يشبع احتياجها، فيشعر هو برجولته. فهذه نقطة ضعف 4 عند الرجال. نقطة ضعف 5، اللمس. في كثير من الرجال بمجرد اللمس يضعف. يضعف. ولذلك في، أنا أشوف وايد بنات يعني يستهينون في قضية، يعني يستهينون في قضية الحضن، القبلة، تقول بخالف يعني زميلي في العمل، شو المشكلة أحضنه أسلم عليه أقبله، زميل في العمل يعني يستهينون في الموضوع. لكن هذه المسألة المرأة تقرأها من زاوية والرجل يقرأها من زاوية ثانية. فاللمس نقطة ضعف الرجل. فإذا عندنا 5 نقاط: جمالها، رقتها، أنوثتها، دلعها لو هي تدلع، يعني رقتها، أنا قلت لكم رقتها، هذه 1. 2، قلت لكم التعبير عن تعبه أو جهده. 3، ما تنادي باسمه، تنادي بمسمى. 4، الحديث عن احتياجها، وقلنا الاحتياج 2. وآخر شيء 5، اللي هو اللمس.